السلام عليكم ورحمة الله. اليوم غادي نصايبو المملحات، وهذه دابا غادي نبدأ بأول حاجة اللي خاصنا نصايبو اللي هي العجين المورق. دونك هذا العجين المورق غادي نحتاجو 370 غرام ديال الطحين اللي درناه في هذا البول الألومنيوم. غادي نحتاجو ليها قبيصة الملح على حساب الذوق، وغادي نزيد ليها ما كاس ديال الماء دافي، هذا خاص بالعجين عادي، العجينة العادية كنبداو نخلطو وتنعجنوها بهذه الطريقة. تنبداو ندخلو الماء شوية بشوية شوية بشوية، راه كاس ديال الماء كافي يجمع ليكم هاد الكمية، وراه على حساب النوعية أصلا ديال الطحين، الأفضل تختارو نوعية ممتازة باش تجي مرطبة وسهلة في الخدمة. باش تنجحو العجين المورق ما خصكمش تعجنوه بحال تعجنو العجينة ديال الخبز، لا راه خاصها غير بحال هكذا تبقى بحال بالعجان الالكتريك، كتبقاي كتخلطي بيديك كدوريها، وهي او ميم طون راه العجينه كتلصق مع بعضياتها، ما تخافيش منها، بقاي غير دوريها وراها غادي تماسك مع بعضياتها كما كتلاحظوا في الفيديو. انا كنحاول ما نعجنهاش، غير كنجمعها بيدياتي. تدخلوها مع بعضياتها حتى تتماسك، كملوا الطريقه بحال هكا راه غتجيكم ناجحه 100%. انا كنجربها في كاع الوصفات ديالي، سواء المالحه سواء المورقات اللي كنعملها بحاجه حلوه، كلشي تيجي رائع، تيجي تيتقرمش، وبالمكونات كتكون بسيطه جدا، حتى الزبده ما غاديش نستعملو بزاف، نتوما غادي تشوفوا راه كنستعمل واحد الزبده خاصه بالطوريق، الثمن ديالها ما تكونش طالع بزاف، وحتى لوكو ديالها تيكون شويه مونفور. صافي كنردوها للبول بعدا جمعناها في صحن، غنخليوها شويه ترتاح. دابا هي العجينه ديالنا حطيناها فوق سطح العمل باش نبداو عمليه التوريق، غندخلو فيها الزبده اللي قلت لكم خاصه بالطوريق سميتها لدا، وهذه فيها 180 غرام هي اللي غادي نحتاجو فوق هاد الكميه، وراه كتخرج كميه وفيره، هانتوما غير تبعوا معايا لي زيتاب وغادي تشوفوا كلشي. نفس الحجم اللي طلقنا به العجينه كنعاودو نطلقو به الزبده، باش غادي نحطوها فوق منها وندخلوها. هانتوما غتشوفو معايا ايتاب باغ ايتاب، هي بشويه حنا غادي نديروها، ندير لكم شرح مبسط للمبتدئين، اما انا راني تنوجدها بدقائق. وديما ما كتحطانيش من الثلاجه، ديما عندي كنحطها ملي كنحتاج هكا شي وصفه نديرها للعشاء، ولا كيجيو عندي الضيوف ديالي الاعزاء راني كنوجدها ليهم، والناس اللي كيجيو عندي راهم عارفين. مرحبا بكم انتم مشاهدينا الكرام، ما تنساوش تفاعلوا معنا باللايكات ولي كومونتير، واي تساؤل خليه ليا تحت راني نجاوب عليه. الا بغيتو من تنشري هاد المشتريات ديالي ولا اي حاجه، غير قولي ندير لكم جوله عند مول المحل اللي كنصيفط، راه كيدير التوصيل في جميع في المغرب كامل. انت كتبقى تطويوها بحال كتغلفوا الضفاطر الاولاد ديالكم بحال هكا، كتجمعيها مع الاطراف جميع الاطراف مع بعضياتهم، وتخلي الزبده الوسط. انت هانتي عمرتيها يا ثاني، لا تعاودي دلكيها بالمدلك.
صافي البنات بكل لطف غادي نبداو نصايبوها كندفعو شويه بشويه باش نبدا نحافظو عليها وسط العجين ومنها حتى هي كتطلق بشويه عليها كتعطينا داك الملمس الرطب اللي كيعجبنا في المعجنات ديالنا هي الشيء غداو الكميه كتضاعف كتبان لكم بان العجينه غادي كتكثر كتقدر تخرج لكم حتى 50 60 حبه ما كنستعملوهاش دقه واحده بالنسبه الا كانت عندنا يعني عدد محدود ديال الناس كنستخدموا داك الشيء قياسنا ومن بعد اللي بقى تنخليوه دابا حنا عاودنا عمليه الطي الثانيه تنسدوها من الجنيبات هكا نعم دعوة ثانية نقلكوها أفضل أن عند الكوكو ولا شيء نزيدو اشاك فوا واحد رشيشه ديال الطحين هي اللي كتعطينا داك الطبقات هي دابا ثالثه صوريقه ثالثه كنسدوها مزيان ونعاودو ندوزو عليها كتطلبش مجهود بقدر ما كتطلب تقنية كنكملو بحال هكا تنوريكم النتيجة النهائية دابا غنبداو التقطيع ديالها بهاد انا غاتوليزي هاد لو سيركل سيركل كاين بزاف هذا انا اخترت القطر الصغير فيهم ماشي جوني موين و انديفيديوال صافي كنكملو التقطاع ديالهم كاملين بحال هكا هانتوما شفتو مكتلصق من حتى شي حاجه كتكون مورقه شفتو كاين اللي تيخليها في الثلاجه تبرد انا بحكم لابيتود ما كنخليهاش بعد ما دهنتهم كاملين بالبيض دابا جبت ديك الحشوه ديالي باش نعمرهم الحشوه رانا دايره فيها شويه ديال الصوار شويه ديال الطحينه شويه ديال الفلفل قليتهم في الزيت البلدي عملت لهم شويه ديال المليحه قبيصه ديال البزار صافي هادشي اللي كاين هادشي باش عمرت باقي جو رائعين وما كيكلفوش من غادي يطيبو عاوتاني نزيد واحد شويه ديال الفرماج كتشوف هكا نقدموهم مع كسكروط اولا عندنا ضيوف كثر مقبلات جوج زوينين
الفران انا عامله على 160 درجه تيسخون هكا مزيان. ندخلهم نخليهم شويه تنفخوا ونقص عليهم الحراره صافي نخليهم يطيبوا خاطرهم صافي. دابا السلام عليكم تنتلاقاو. بعد ما خرجت من الفران مملحات ديالي كيجيو هكا رائعين. عندي غير هاد الفرمه ديال الساندويش قطعته غادي نزيدو لهم، ما عنديش لاخر ما تصاوبش لاخر عندي. قضيت غير بهذا اللي عندكم في الدار قضيو به ماشي كيجي مزيان. هتشبه هكا تنعمل المكاملين المملح ديالنا بعد ما وجدو كيجيو هاد الشكل. هداك العجين عطانا هاد المقادير هادي عطانا شي 20 وحدة ولا 20 وحدة. عملنا هاد المثلات هكا هي راه محمرة زوينة هاد الشكل. نتمنى هادشي يعجبكم راه كيجي رائع كيحمق. دقت واحد الوحيدة هبلتني غزالة تبارك الله. المهم تابعوني واللايكات والمشاركة يجزيكم بخير. السلام عليكم الى فيديو اخر ان شاء الله. تقرميشة يا لالا عندي ما نقول واعلى واعلى.